والله أول شيء الحمد لله، هذا مجهود اللاعبين. تغيير مدرب كان له يعني رم دياز له بصمة في المباراة وما قصروا، وهم هايطوا وإحنا أتوقع كرمناهم. الحمد لله أني هلالي، هذا رقم واحد. تبيها آسيا ولا كأس ملك؟ التأهل على ظهرك يا ناصر. أحلى واسطة، أحلى واسطة، الحمد لله. مبروك لكل الهلاليين. مبروك للهلاليين، مباراة صراحة متعة، يستاهلون الفوز. الهلال مكانه مو بالدوري السعودي، المفروض في الدوري الإنجليزي. خلطها مسال مخلط أخلطها. أول شيء ألف مبروك لجميع الهلاليين. وفي نقطة بسيطة هي في الدوري عندنا، شوف لنا نقطة لهوشات في كل المباريات، هوشة هوشة هوشة. ليش؟ شوف الدوريات اللي برا، شوف اللي أقسم بالله العظيم كل شيء هوشة هوشة كذا، تخرب قوة الديربي أقسم بالله. والله يسعدك إن شاء الله، وشكرا لسالم الدوسري وسلمى الفرج، والله الهلال نواقف عليهم. حبيبي لا فوز لا جديد، بطولة إقصائية دائما النصر صغير عندي، ملعبه طردته من كاس من آسيا اللي هو حلم اللي يدفع عليها مليارات. جيت لما كاس الملك كان حلمه ويبيه من 30 سنة ما جابه، جيت ودعسته وطلعته. بطل آسيا ما جابه وطلعته، كاس الملك 30 سنة ما جابه وطلعته، دائما الهلال فوق النصر. مبروكين الجماهير الهلالية كلهم مبروكين. لا جديد، الهلال ساطي على النصر وكعبة عالي دائما على النصر، برضهم بآسيا برضهم بالدوري. أنا أبي شيء واحد، ليش يحتفلون قبل تنتهي مباراة؟ يا أخي مباراة 90 دقيقة والهلال تدري أنه ساطي عليك يا أخي، ليش الاحتفالات؟ ناويين اكتساح مع دياز بشكل مو طبيعي. يعني أنا أقول للفرق اللي أمامنا ابعدوا، جايينكم بقوة بقوة بقوة، وبإذن الله الدوري راح نرجعه ونرجع الصدار من قدام الاتحاد بإذن الواحد الأحد. مبروك الفوز. وشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثاني شيء أنا هلالي طبعاً، أي هلالي لازم يكون دائماً رافع راسه. إذا أنت هلالي عاد أنت والله عايش في قهر. إذا أنت هلالي دائماً متعود على البطولات، متعود على الفوز، وهذا أقرب مثال. وأنا دائماً أقول لك إذا أنت هلالي أرفع راسك، هذا شيء دائماً. جايب لي حصان قدام جمهور الهلال قاعد يستفزهم. الرد كان في الملعب، ما نردنا بالاستفزازات، نرد في الملعب. صح عليك. خلاص. هذه لا يستفزونا عشان ما نرد عليهم أعظم. هم الهلالية. وهذا فوز متعودين عليه. يعني الهلال ما شاء الله تبارك الله مسيطر على المحلية والآسيوية، كانوا يتشمتون فينا، الحين الحمد لله أربع آسيا وهم بالتحكيم بالفار باللجان، هذا الهلال في الملعب ما عندنا غير الملعب. المسطح الأخضر اثبت وجودك في الملعب. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ألف مبروك لكل هلالي، كل هلالي على وجه هذا الأرض ألف مبروك. الكبير واحد، الكبير واحد في السعودية، ما في كبير فوق الهلال. الهلال كعبة عالي فوق كل الأندية، والف المبروك لكل الهلالية. أول شيء أحب أبارك اللعيبة والطاقم الإداري والفني، مستوى الصراحة رهيب. ودائما أنا أقول للشباب كلهم كعب الهلال دائما مرتفع النصر، مهما ارتفع النصر يبقى تحت الهلال. مبروك للهلاليين جميعا. خلطهم وصارهم خلطهم والله حبيبي. ألف مبروك لكل شخص هلالي. أبي أوجه رسالة لكل هلالي موجود في العالم كله، زي ما أنتم عارفين إحنا عالميين ترى. فانت راك عايش في نعيم، عايش في نعيم. يعني انا اللي شفت اشكال النصراويه وهم طالعين، اقسم بالله انا عايش في نعيم. احنا زعلانين عشان طالعين من تشيلسي، طالعين من تشيلسي انا اشوف الهلال زعلان. اول شيء نقول الف مبروك لنادي الهلال، وهذا الشيء ما هو بغريب، احنا متعودين على البطولات. فالنصر فريق ضعيف على قول سامي الجابر، الهلال يبي له سنه ضوئيه، وانا مخلط رام في الملعب والبلايه جلطهم. شباب النصر تشيلسي كان خايف مني، تشيلسي الشوط الثاني كله ورا، ما خاف مني شباب ونصر. انا خلاص الحين المفروض اتغير، انتقل من الدوري السعودي، اروح يمين ينافس الدوري الانجليزي، ادخل معهم اشوف لاي منظومه برا، او اني العب لحالي دوري الحالي يمكن انافسني. وشيء مبارك للامه الهلاليه اقصاء النصر. يعني في البطولات الاقصائيه ما تبرز للشخصيه، شخصيه الهلال طاغيه على النصر. الهلال يسيطر، الهلال يمتع، الهلال يبدع. احتجاجات من التحكيم، طرد اسيا قالوا طرد لجامي، يعني كلها اعذار، كلها اعذار. كلام تعال دخل الملعب، تعال دخل ملعب بين ارضك وبين جماهيرك، نسوي لك كل شيء ونعلمك شلون تلعب كوره. ذي المباراه اثبات ان النصر اصغر بكثير انه يفوز على الهلال. طلعناهم من اسيا، طلعناهم من كاس الملك، وفي الدوري الموسم الماضي ما تاهلوا لاسيا. ويعني النصر نادي صغير صراحه، نادي صغير. الهلال ما يقدر يجاري الهلال ابد. وهذه المباراه بعد اثبات
ان النصر اصغر بكثير انه يفوز على الهلال. دائما سبحان الله احنا متعودين كذا، احنا متعودين. طبعا هذا هلال دياز اللي جاء، انت شفته دائما سبحان الله، شوف النصراويين يقولون هلال دياز، مين دياز من عارفه؟ هذا هو دياز، خلطته وانخلطته لا جديد. خل 45 دقيقة خلصت للبيع صدقني، حركة هذه مرة ضايعة، بس كذا هذه أصلية حقتنا. أيوه ما حد ياخذها. أيوه. أقول ليه تم خلطوا والله ولا هايطوا، بس في حركة يقولون أن الخلاط خلطهم والله، وزين أن البليه ما غرز العلب، يحمدون ربهم.